ولما تتكلم عن سوهاج كمحافظة لازم كمان تذكر يعني صرح علمي كبير زي جامعة سوهاج. الحقيقة هذه الجامعة المهمة اللي فيها بحث وفيها موضوعات وفيها دراسة وفيها أقسام، هي جامعة مهمة جدا في صعيد مصر. خلينا ناخد مزيد من التفصيل. والنهاردة الجامعة كمان كانت في هذه الاحتفالية موجودة لأن هي جزء لا يتجزأ عن محافظة سوهاج. دكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، مساء الخير يا دكتور. مساء الخيرات على حضرتك استاذتنا الغاليه الاستاذه شركي، واسمحي لي من خلال قناتنا الجميله قناه التلفزيون المصري ان احنا نمسي على كل الشعب المصري سواء داخل حدود الوطن او طبعا خارج حدود الدوله المصريه من خلال الاثير الفضائيه. طبعا اولا يعني مساء الخير على حضرتك، كل سنه وانتم طيبين. النهارده كان عندكم بهجه كده، يعني انا شفت الحقيقه يعني حتى السيد الرئيس كان يعني سعيد وكان سعيد بالتنميه اللي موجوده في الصعيد وانه موجود وسط اهل الصعيد. كلمني كده عن دور الجامعه النهارده، وشايفه الطلبه كانوا بيتكلموا وكانوا الحقيقه في احاديث يعني كثيره جدا مع السيد الرئيس. الحقيقة يعني في البداية اسمحي لي ان انا اقول عن دور الجامعة. الجامعة بنعتبرها في اي اقليم موجودة فيه جامعة، وخاصة في الجامعات الاقليمية، هي قاطرة التنمية التي يجب من خلال مؤسساتها المختلفة بكلياتها بتخصصاتها ببرامجها التعليمية ان تقود التنمية في هذا الاقليم الذي توجد به الجامعة. النهاردة الحقيقة احنا كنا عايشين في حلم، حلم اصبح حقيقة وواقع، انتظرناه طويلا. انتظرنا تشريف قائد الدولة المصرية ليس لمحافظة سوهاج ولا لجامعة سوهاج فقط، لكن لكل إقليم جنوب الصعيد، ذلك الصعيد الذي أصبح بحق في الوقت الحالي الصعيد السعيد كما أطلق عليه فخامته العام المنصرم يوم أن جاء مدشنا مجموعة من المشروعات القومية، واليوم يستكمل فخامته تدشين مجموعة أخرى من المشروعات القومية على أرض محافظات الصعيد. هذا الصعيد الذي همش طويلا بعقود كثيرة، جاءت السنوات الثماني الأخيرة لكي تمحو كثيرا من التهميش، وسنوات ثمان تمحو آثار عقود عجاف عانى منها أبناء الصعيد. الحقيقة نحن اليوم هأخذ من طرف الخيط وحديث حضرتك، الأمل والعمل. الأمل والعمل صحيح. يساوي الرغبة والقدرة، فالأمل والرغبة أشياء إلهية موجودة فينا، لكن العمل والقدرة هي أشياء مكتسبة ويجب علينا تنميتها للوصول الى الهدف المنشود. الحقيقه في يعني منذ سنوات قليله لما فخامه الرئيس السيسي وجه بشق الفرع الثاني لقناه السويس، سال داعمي متخذ القرار يحصلوا في قد ايه؟ قال ثلاث سنين، قالوا له ثلاث سنين، قال عايزها في سنه واحده، وده تساوي تنميه القدره للوصول للهدف في اقصر وقت. الحقيقه اللي بيحصل على ارض الصعيد النهارده ترجمه حقيقيه لهذا الامل الذي يحدوه العمل. النهارده لما اتكلمنا عن محافظه سوهاج اللي حضرتك اتكلمت عليها فيها 181 قريه خلال المرحله الاولى من مبادره حياه كريمه، نفذت عليها مشروعات باجمالي يعني تكلفه وفاقت ال 60 مليار جنيه. احنا كنا منذ سنوات قليله بنامل ان المحافظه مثلا يجي لها نص مليون جنيه ولا حاجه في السنه، هنتكلم النهارده على 60 مليار جنيه في قرى حياه كريمه التي شرفت قريه ام دومه بزيارة فخامته في بداية أحداث زيارته لمحافظة سوهاج. ثم شرف الجامعة النهاردة والتقى مع كل منسوب الجامعة على قاعة المؤتمرات الدولية، وبالإضافة إلى السادة ضيوف الاحتفالية من خارج الجامعة ومن خارج المحافظة. النهاردة فخامة الرئيس لما أجرى الحوار مع أبناء الجامعة من الطلاب واستمع إلى نماذج المشروعات التي قدموها أبناءنا الطلاب كأحد نماذج مشروعات التخرج التي أعدوها خلال دراستهم، الحقيقة ده الجامعة اشتغلت عليه منذ عام كامل لما أنشأنا ما أسميناه بالتكنولوجي بارك أو وادي التكنولوجيا، تطبيقا للقانون 23 الذي صدر في عام 2018 واللائحة التنفيذية التي صدرت في عام 2019 بإعطاء الفرصة للجامعات المصرية ومؤسسات التعليم بصفة عامة للاستفادة مما أسميناه حوافز قانون حوافز الابتكار لترويج نواتج البحث العلمي لخدمة المجتمعات المحيطة. اشتغلنا مع أبنائنا الطلاب الذين احتضناهم في وادي التكنولوجيا منذ عام كامل، علشان كمان استقطبنا منهم الموهوبين الذين لديهم أفكار تنمي المجتمع المحيط، فكان هذا ثمار ما تم عرضه أمام فخامة الرئيس النهاردة، واللي وجه إلى ضرورة البدء فورا
في تمويل هذه الافكار بالظبط من صندوق تحيا مصر، من خلال صندوق تحيا مصر. الحقيقه طيب يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله طبعا يعني كلنا كمان شاهدناه، واعتقد انه يعني الحوار اللي دار مع السيد الرئيس والطلبه في جامعه سوهاج اداهم من القوه والطاقه الايجابيه ان هم كمان يفكروا اكتر، والطلبه يعني يفكروا ويبحثوا اكتر في المشروعات البحثيه اللي موجوده. انا عايز اعرف كمان دور الجامعة بقى في التنمية اللي موجودة، خصوصا أنه في أكتر من قرية مع حياة كريمة دلوقتي تم الانتهاء تقريبا من المشروعات، يمكن ربما يكون بنسبة 100% تقريبا. فيعني دور الجامعة مع حياة كريمة مع التنمية عامل إزاي على أرض الواقع؟ الحقيقة يعني النقطة اللي يعني تطرحيها حضرتك نقطة حيوية وفعالة جدا. الجامعة بدأت مع مشروعات مبادرة حياة كريمة من أول خطواتها من خلال كلية الهندسة ومركز الاستشارات الهندسية في كلية الهندسة، الذين شاركوا في الإشراف على تنفيذ كافة المشروعات بنية تحتية، سواء شق ترع، تبطين ترع، تغطية ترع أخرى، تمهيد طرق، رصف طرق، إنشاء منشآت عملاقة في كل القرى والنجوع والقفور، مد خطوط الصرف الصحي، مد خطوط الغاز الطبيعي، كل هذه خطوط الكهرباء، محطات تنقية المياه، كل دي المشروعات دي تم الإشراف عليها من خلال أساتذة أعضاء هيئة التدريس ومعاونين من كلية الهندسة في تنفيذ هذه المشروعات في داخل محافظة سوهاج. أيضا الجامعة تقوم بمشاركة أبنائها من الطلاب في تنفيذ مجموعة من بنسميها القوافل التنموية الشاملة لكل القرى التي تنفذ على أرضها مبادرة حياة كريمة. كنا في الماضي ننفذ قافلة طبية مرة وقافلة بيطرية مرة، الآن ننفذ قافلة مكونة من 7 تخصصات: الطب البشري والطب البيطري والإرشاد الزراعي والتنمية والتوعية، من خلال قسم الإعلام وقسم الاجتماع في كلية الأداب وكلية التربية الرياضية أيضا تشارك في يعني تنفيذ هذه يعني القوافل. ايضا لدينا بيت التطوع في داخل الجامعه لمكافحه التعاطي والادمان وتنفيذ مجموعه طب من يعني خلينا نقول يعني انا بتفق معاك دكتور مصطفى، اذا فالجامعه هنا عندها ادوار كتير، ادوار تنمويه وادوار توعويه وأدوار بأنه هي تقدم الناحية العلمية، يعني إذا احتاجت التنمية إلى أساتذة، إلى أبحاث، إلى آراء علمية، إلى كمان متطوعين، فإذا الجامعة حاضرة طول الوقت. ولا بد أن تكون حاضرة، لأن دور الجامعة التنموية زي ما قلت لحضرتك هي بيت الخبرة في كل الأقاليم التي تشغلها هذه الجامعات. أكيد. والحقيقة نحن الآن في مرحلة يعني المستهدفين في المجتمع المصري بحروب الجيل الرابع والخامس، احنا لابد ان نسبق الاعداء في الوصول الى افكار ابناء الوطن بصفة عامة طبعا، وابناء الجامعة بصفة خاصة، وان نجعل ابناءنا داخل الجامعة يتعرفون على ما يجري على ارض الواقع. فنحن الان حتى غيرنا من فكر الرحلات الى منتجعات الساحلية الى فكر الرحلات الى مواقع المشروعات القومية التي تنفذ طبعا داخل طبعا، ولازم الجيل اللي بيتعلم والجيل الجديد يشوف بلده بتعمل ايه. ده اكيد يعني ده اللي بنعمله. انا بشكرك جدا، يوم جميل وان شاء الله تنمية الصعيد، لانه هو العمود الفقري بتاع مصر زي ما احنا بنقول، والى الامام. وشايفه سوهاج النهارده حتى كلمه سوهاج في الافتتاحيه اهل الكرم هي في حد ذاتها عيد جميل يعني. دكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعه سوهاج، اشكر حضرتك شكرا جزيلا.